السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن مختصر اللي صار في أمس WWDC 18، مؤتمر أبل الجديد. قبل أن نبتدي حط لنا لايك لأن الفيديو جدا متعب على واخذ مني وقت، فأترككم مع المقطع. أولا أبل تحدثت عن الإصدار الجديد اللي هو iOS 12. طبعا قالت أن الإصدار بيدعم الأجهزة من iPhone 5S، الأجهزة اللي نزلت في 2013 وفوق، يعني من الـ 5S، نفس نظام iOS 11، ما بغيروا منه. وطبعا قالوا في تحسينات وتسريع في الكتابة، وصار يعني بشكل جدا أسرع، في بعض مميزات. طبعا الماك الجديد اللي بتطلقه أبل اللي هو اسمه نظام حق ماك أو إس موجافي. طبعا يقول لك ان هذا جدا قوي، وفي مظهر داكن، يعني صار في مظهر داكن الثيم الليلي. الايفون لا زال يعني بلا تضبيط او ما سووا الشغله بالاحرى، وصار في اختصارات كثيره عن ماك العادي، واللي عنده ماك اغلب الناس بتحدث الى اللي هو ذا الموجافو. بس واجد تحسينات عليه، وبعد بذكر انا في شروحات اخرى عن اللي بصير من تحديثات من اصلاحات في الماك وفي الابل واتش والاو اس. طبعا ابل قالت ان في ذات تسوى التطبيق للايفون والايباد يسوي شورت كات وكتابات، ويعني حركات في الكتابات، وما يعني ما تكلمت عنها التطبيق واجد، فبس عطتنا الاسم حتى ما عطتنا ايقونة التطبيق. طبعا الشركة يا شباب ما ذكرت عن اي هاتف بينزل في شهر 9 ولا شيء. والهاتف الاكثر اشاع يعني طبعا اللي هو الايفون 5 اي الجديد، بس ابل ابدا ما تكلمت عن الهواتف، ومنشوف المفاجأة في شهر 9. وللي عنده ابل واتش يا شباب، ابل اضافت تطبيق جديد في الابل واتش، اعتقد اسم التطبيق توك واتش او يعني على نفس الطريقة، وانه يعني بدون بطاقة تقدر تتراسل يعني من صديقك او صاحبك اللي عنده واتش عبر الواي فاي او بطاقة سم اذا كان في البطاقة. طبعا الشيء الاكثر اشاعة، ومو الاشاعة اللي تحدثت عنه شركة ابل بالتحديد، تطبيق الفيس تايم في مكالمة واحدة يمكن او تقدر 32 شخص في مكالمة واحدة. يعني تخيل تشوف 32 شخص وانت من ضمنهم في مكالمة واحدة، يعني شيء جدا خرافي صراحة. طبعا في ميزة الكار بلاي اضافوا انه تقدر يعني اذا بتستخدم الخرائط، مو شرط خرائط ابل، تقدر تستخدم خرائط الجوجل ماب او اي خرائط اخرى، يعني مو شرط انه يجبرك على خرائط جوجل ماب، فايضا هذه ميزة جيدة. طبعا الميزه اللي كنت منتظرها من زمان ان مثلا تطبيق الانستغرام مثل ما تشوفوا في الصوره قدامكم، كم اشعار تجي في ايقونه واحده، يعني في محل واحد، مو نفس الاصدار الحالي اللي الحين احنا فيه. مثلا واتساب يجيك واتساب 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 واتساب، هذا مثلا واتساب وكلنا مطرشين لك في الواتساب، يجي بروحه يعني صراحه شي جبار صراحة، واخيرا سووها شي كنت من زمان منتظره. طبعا بالنسبة للايموجي مال ايفون اكس عفوا، طبعا الايموجي غيروا منها كثيرا، يعني مو صارت تستقبل الوجه، صارت تستقبل اللسان مثل ما تشوفون على في الصورة هذه، يعني اذا تحرك على شكل لسان يتحرك ياك الايموجي، فهذا شي رهيب وجبار صراحة من اول، يعني مو اي شركة قدرت تسوي. ايضا صار فيك انت بنفسك، يعني انت تسوي لك ايموجي خاص بك، يعني انت تطلع يعني تخلي بدل وجهك هذا الايموجي، وانت تصمم الايموجي على كيفك، يعني ايموجي انت بتصممه، انت حرفي انت اللي بتصممه، مو مغصب عليك ان هذا الايموجي، لا ايموجي انت تصممه على كيفك، فهذا ايضا شيء وتحسين وميزات جديدة اضافوها. وهذا ايضا في التصوير الواقع المعزز عدلوه بشكل كبير مثل ما تشوفون الصور قدامكم، فصار جدا جدا خيال التصوير هذا. واللي يملك الابل تي في واشترى افلام من ابل، طبعا ابل اضافت ميزة دلبي اوتموس،
اللي هي الصوت، يعني تحسين على الصوت بجودة كبيرة، فانت لا تقلق. واللي انت في الافلام مشتريتهم ابو اللي بتسويهم على بهات صوت، وطبعا هذا الصوت جدا فظيع من شركة دلبي، ودلبي شركة معروفة للألعاب وللأصوات. وطبعا أضافوا إلى سيري مميزات كثيرة وجبارة، منها تذكير بالموعد، يعني هي قديم إنه تاخذ موعد بس يذكرك، يقول لك يعني اشتغل بروح مثلا، ويقول لك باقي 5 دقائق جهز نفسك، أو إنه اشتري يعني عن موعد أو يعني شيء جبار من أول. يعني صراحة والله لا يوسف ابدعت صراحة النظام الجديد. وبس يا شباب، كانت هذه أبرز المميزات أو أبرز اللي تكلمت عن أبل كلهم تقريبا. بس يا أحباب، وصلنا لختام فيديونا، لا تنسوا لايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وبس مع السلامة.